انطلاقاً من قناعة سمو الأمير طلال بن عبد العزيز بقدرات الشباب لإنجاز التقدم والتغيير المنشود في العالم العربي، أتت فكرة إنشاء صرح تربوي رائد يلبي احتياجات الجيل الصاعد ويترجم قدراتهم وإمكانياتهم إلى موارد كفوءة غنية بالعلم. لذا تم تأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية المعروف بالأج فاند لتلبية احتياجات معظم فئات المجتمع العربي بغية ممارسة حقوقهم وعيش حياة كريمة تتضمن الخدمات الأساسية وفرص التعليم والرعاية الصحية والعمل. وجاء مشروع الجامعة العربية المفتوحة ليفتح فرص تعليم ذات منهجية مبتكرة وعملية تلبي احتياجات الشباب العربي. ففي العام 2002 أبصرت الجامعة العربية المفتوحة النور وأنشأت فروع في كل من الكويت، لبنان، الأردن، تبعها فروع مصر، السعودية، البحرين، عمان والسودان. تضم الجامعة العربية المفتوحة العديد من الاختصاصات. الجامعة العربية المفتوحة من أول نشأتها كان همها تعطي تعليم جيد جداً للطلاب، ومشان هيك راحت على مستوى عالمي فعملت اتفاقية مع الجامعة البريطانية المفتوحة، والاتفاقية بتتضمن أول شيء ناخد البرامج كاملة من الجامعة البريطانية، ثانياً الجامعة البريطانية بتشرف على تدريب الأساتذة وبتشرف على الامتحانات، ومن هون الطالب بالجامعة العربية المفتوحة بيحصل على شهادتين، واحدة لبنانية والتانية بريطانية. إلى جانب ذلك طلبنا من الجامعة البريطانية المفتوحة تساعدنا بالحصول على الاعتماد، وفعلاً الجامعة العربية المفتوحة حصلت على الاعتماد وكانت أول جامعة بتحصل على اعتماد خارجي في لبنان. بفضل المناهج المتطورة اللي عم تعتمدها الجامعة العربية المفتوحة من الـ UKOU اتطورت قدرات ومهارات طلابنا، وهذا الشيء تبين بمعظم المشاريع والأبحاث اللي طبقوها بالقسم. أنجز طلابنا مشاريع أبحاث مهمة بمجال أمن المعلومات شبكات الاتصالات، بعدها نشر بمجلات ومؤتمرات علمية دولية. أما على مستوى المشاريع فنحن دائماً بنشجع الطلاب على الاهتمام بخدمة المجتمع. على سبيل المثال أنجز طلابنا مشروع السيف درايفنج موبايل أبليكيشن اللي بتساعد السائق خلال قيادة سيارته، بالإضافة لمشروع البلاد دونيشن موبايل أب اللي بتساعد على إيجاد متبرعين بالدم بشكل سريع وفعال مع المحافظة على خصوصية المستخدمين. بسبب كفاءة خريجين طلاب الجامعة العربية المفتوحة ففي رضا تام عنهم بسوق العمل، وهالشي منعرفه لأنه نحن على تواصل تام مع سوق العمل وبنعمل دراسات تنتأكد أنه طلابنا كفاءتهم كتير جيدة بسوق العمل. خلال السنة الأولى من تخرجهم معظم طلابنا بلاقوا وظائف بسوق العمل، وأحد أسباب نجاح طلابنا بسوق العمل هي برامجنا الحديثة دائماً وأب تو ديت بالتعاون مع الجامعة البريطانية المفتوحة. بالإضافة إلى التميز العلمي، تهتم الجامعة بالنشاطات الرياضية الاجتماعية والترفيهية المختلفة للطلاب، كما أنشأت مركز انتربرونور لريادة الأعمال الذي يؤمن التدريب على كيفية خلق مشاريع خاصة بالشباب ذوي الأفكار الريادية. ولقد استفاد من خدمات هذا المركز المتميز عدد من الطلاب وبدأوا بإنشاء مشاريعهم الخاصة. أنا طالب بالجامعة العربية المفتوحة عم بدرس كمبيوتر ساينس، ومن وقت ما بلشت درس كان دايما عندي حلم انه بلش شركة لإلي. تينز وكود هي شركة صغيرة هدفها انه نعلم برمجة الكمبيوتر لكل الاشخاص اللي عمره تحت 18 سنة. بفضل الجامعة وبفضل دعمها ودعم مركز ريادة الاعمال اللي بقلبها قدرنا نكبر تينز وكود، وتنقينا نحن من ستانفورد اللي هي واحدة من اهم الجامعات بالعالم لحتى نمثل تينز وكود بقلب ستانفورد يونيفرسيتي بأمريكا. ومن خلال الأشخاص اللي تعرفنا عليهم هلأ عم نقدر نكبر تينز وكود أكبر لحتى تصير تغطي كل المناطق اللبنانية، وكل هالإنجازات اللي عم بتصير بتينز وكود كتير منها ما كان صار لو ما دعمتنا الجامعة بكيف بدنا نتواصل لحتى نعمل بارتنرشيبس. بشكر الجامعة كتير على كل اللي قدمت لنا إياه لهلأ، وإن شاء الله بالوقت اللي كنت خرجت فيه بتكون تينز وكود صارت شيء عالمي. الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة فريدة من نوعها، لأن الجامعة الوحيدة اللي هي بتدفع على الطالب. الطالب في الجامعة العربية المفتوحة يدفع فقط 30% من كلفة التعليم، بينما الأكفن والجامعة العربية المفتوحة هي بتدفع الباقي. أنا تخرجت من الجامعة العربية المفتوحة سنة 2011. بطيلة فترة دراستي كنت أنا عم بشتغل كمان وعم بتعلم. هيدا الادفانتج اللي بتتيحه لكل طالب بالجامعه انه بتقدر تظبط وقتك، يكون عندك بارت تايم جوب. بلشت بكوانتم كوميونيكيشن، بلشت ويب ماستر داتا انتري، ما بعرف شيء. انا وعم بتعلم كنت عم بشتغل عم طبق يلي عم بتعلمه بشغلي. تقدمت السنه الماضيه بال2015 I was acquired by NTV Lebanon as a digital media manager،
وبفترة كتير قصيرة يلي هي أقل من سنة يعني 6 شهور قدرنا نعمل إنجاز كتير كبير. كرمنا بدبي وطلعت الـ MTV لبنان أخذت الموبايل أبليكيشن تبعها 2 awards الجولدن أورد والدايموند أورد وأنا مثلت الـ MTV بطبيعة الحال واستلمنا الجوائز. فلكل الطلاب يلي عم يتخرجوا اليوم بقول لهم كفوا بمسيرتكم الـ AOU is the best place to be و good luck for everyone. من بعد ما خلصت دراستي تم ترقيتي لسير سوبرفايزر بالإضافة إلى أني تسلمت مهام السيلز كونسلتنت بالنيو كوربريت ديفيجن بمالكس. كان بدي كفي لشهادة الماجستير. مرة تانية نظام الأرب أوبن يونيفرسيتي سمح لي بأقساطه المدعومة وبدعم الدكاترة والأساتذة اللي فيه أني خود هالتجربة بالنجاح، وكانت النتيجة أني أتخرج بدرجة ممتاز وأحصد أكثر من نجاح على الصعيد المهني كمان. أول شيء تم اختياري من قبل مالكس لمثلهم بالسفاير أورد كومبيتيشن وهي مسابقة على صعيد لبنان لاختيار أفضل موظف عن كل قطاع. قدرت أني أحصد المرتبة الأولى وكون جولدن إمبلوي أوف ذا يير عن قطاع الريتيل. أما الإنجاز الثاني وهو الأهم بالنسبة لي فأني قدرت تحول من سيلز كونسلتنت لأني سكون الهيد أوف ذا كوربريت ديفيجن بمالكس، وكل التقدير لجامعة أرب أوبن يونيفرسيتي يلي بفضله أنا قدرت أحقق حلمي وصل لمركز بطمح له بالإضافة لشهادة ماجستير بطمح إني أضيف له شهادة الدكتوراه بالجزء الثاني من حياتي. لقد تخرج من الجامعة العربية المفتوحة في لبنان ما يزيد عن 6000 طالب، وانعكس المستوى الذي تتميز به الجامعة على الطلاب في العمل والحياة الاجتماعية. الجامعة العربية المفتوحة، مرونة وجودة في التعليم وريادة في التطوير. Arab Open University. Quality Education.